السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا في قناة السليمانية بننزل طبعا أفضل العروض وكل حاجة جديدة ومستخبية بنجيبها. النهاردة ننزل لكم بماركة البروفي كوك، ودي ماركة ألمانية تصدير الصين، يعني ده براند معروف. عامل لنا النهاردة جهاز جميل جدا جدا جدا. جهاز دوت كنترولينج بي سي كي جي 1029، يعني حماية مطلقة، يعني ولا بيكهرب ولا بيحرق اي حد. الجهاز ده شغال بالكهرباء، تقدر ان انت تعملي عليه مشويات جميلة جدا. هنفتح مع بعض الكرتونة ونشوف العرض عبارة عن ايه. تعال نشوف كده الكرتونه مع بعضينا فيها ايه. فيها ده عشان خاطر الزيوت، فيها الكتالوج، وفيها عصايه ستيك عشان خاطر تقدري ان انت تحركي بيها اي حاجه على الجريل. الجريل ده متحرك، تقدري ان انت تاخديه معاكي او تحطيه في المطبخ او تستخدميه كل الاستخدامات. وهنا دي بتتفك وبتتنضف، تقدري تنضفيها عادي جدا، سهلة التنظيف. الخامة بتاعتها مش بطالة. الهيتر هنا هو بتاع التسخين كويس، تمام. من هنا تقدر الزيت تنزل في العلبة دي كده. كمان اقدر ان انا افتحه من الجنب كده واستخدمه ان هو